في العمر هذا نجم نحكي عليهم ولا نجم نقولهم فيديوهات يطلب منهم فيديوهات أقل ما نجم نقول عليهم كيمش نوصفهم معناها مش مخلة بالأخلاق بركة معناها حاجة هاني قلت لكم معناها حتى واحدة مش تحكيها مع صاحبتها تحشم مش تحكي فيه الموضوع وين احنا الأمهات من هذا الكل اسكو صغارنا طويكة مش اسكو هما في خطر صغارنا طويكة من مواقع التواصل الاجتماعي من الممارسات اللي قاعدة تصير راجل في العمر هذاك يبتز صغير عمره 11 سنة ولا 12 سنة ويطلب منه انه يبعث له تصاور مخلة وإلا يهدوا أنه يهبط له التصاور اللي عنده والطفل ذاك مش بحويجه وإلا يبعث تصاور ذوكم لعائلته ولا برشة حاجات أخرين. هذا اللي خلينا نتصلوا بسي أنيس عون الله مندوب حماية الطفولة بتونس ناخذوا عنده أكثر تفاصيل. سي أنيس صباح النور. صباح الفل. مرحبا سي أنيس. نتصور أنت تشوف حاجات حتى مشابهة لشيء ذي وقاعد يجيوكم نورمالمون شكايات من نوع ذي يوميا ولكن نتصور زادة تصدمت كيفنا نحن من الخبر اللي خليني نقول انطلق من مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد بالطبيعة ونحب نأكد على الكلام اللي قلته للأسف ماهيش أول حالة للأسف معناتها تجينا إشعارات من نوع هذايا انه يقع استغلال الاطفال عبر وسائل الاتصال الحديث. هلا سي انيس الى معناها نحن اليوم نقولوا احنا 2024 بارابور للعوام اللي فاتت حاجات كيما هكا برشا ناس يقول لك لا احنا ما نحبوش الفضايح ما نفضحش ولدي ما نفضحش بنتي انا ما نمشيش نشكي وما فما شكون قاعد يشكي فما سورتو في الموضوع هذا بالذات هو تحرك تويك عنده نهارين والدنيا كلها بعضها. اللي نجم نأكده لك انه فما لكن للاسف قليل وللاسباب اللي انت قلتها وذاك علاش كان تلاحظوا معناها وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن في منابر الاعلاميه وين تجبد الموضوع نتاع حمايه الاطفال لازم تجبد الموضوع هذايا نتاع سوء استخدام وسائل الاتصال الحديثه ونأكد على كلمه سوء استخدام لانه راهو نحكيه على اساءه الاستخدام مش على الانترنت بصفه عامه فيها جوانب ايجابيه لكن اللي نقصده نحن هو سوء الاستعمال. نحب نذكر زاده انه صار في خلال الحمله نتاع صغيرك يكبر وما ينساش انه تم التطرق للموضوع هذايا معناها كانت وزاره الاسره تحب تنبه منذ مده العائلات انه راهو هذايا خطر خطر ساكن يعني ما يعطيوش قيمه يمكن الناس لكن هو خطر كبير ياسر 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 وشفته معناتها عينه من اللي نجم يوصل له انه تخلي صغير وحده قدام الانترنت صغير ما يحكيش مع عائلته ما يقول لهاش يخبي عليها وبالتالي يعيش في رعب دوبل رعب من عائلته ورعب من المعتدي وهذاك علينا نستغل الفرصه هذه من خلال منظوركم باش ناكد على الاشعار راهو يلزم يقع الاعلام للحد من الانتهاك والحمايه من تفاقم انتهاك خاطر راهو فما انتهاك مستمر وك شفتوا معناتها الفيديو لو كان ما تكلمتش كان باش تصير حاجات ما اخطر. فوالا فوالا هو ديجا هو الابتزاز ماشي ويزيد يقدم القدام معناها فوالا وباش هي كيش الشبكه باش تولي معناها استدرجوا هو باش يستدرج جيرانه باش يستدرج ولاد عمه من بعديك فيديوهات نتاع زوز من الناس من بعديك شو يوليو ثلاثه اربعه خمسه والشيء ماشي ويتفاقم وليداتنا مشاو بين الساقين في الحكايه هذيا. اما السؤال اللي يجي في ذهن العباد الكل سي انيس لو تسمح برشا يقول لك تو المعلومات اللي عندنا اللي الرجل ذا يعيش في ايطاليا هل حسب معلوماتك انت يمكن تتبع الرجل هذا عدليا يمكن انه الصغيرات ذوما اليوم ياخذوا حقهم؟ والله شوف انا اللي بالنسبه لي كمندوب حمايه طفوله القانون يكفل معاقبه الجاني حتى لو كان ماهوش في تونس والبرة لكن نفضل انه كان مصالح وزاره العدل هي اللي تجاوب على التفاصيل هذه هي مخوله اكثر مني انها تجاوب على السؤال هذا. فوالا سينون طويكه سي انيس باش اوموان طمنوا شويه الاولياء اول ما اي بارون يجي بحذاكم ويشكي شنو الاجراءات اللي يتم اتخاذها معناها كيفاش يتم انه يتعاملوا مع الموضوع؟ اول حاجه راهو تحب نطمن انه الاشعارات بالنسبه للاطفال راهي اشعارات سريه يعني الهويه ما تتقالش ونحب ناكد انه من منبركم هذايا انه بالنسبه للاطفال هذوما اي حد يشك انه ولده كان ضحيه نتاع الفعل هذايا يتوجه المندوب حماية طفولة مرجع النظر. علاش قلت مرجع النظر؟ لانه ما نعرفوش ما دام جريمه الكترونيه ما نجموش نعرفوا الاطفال وين موجودين الكل ومعطى عدد كبير معناتها هذاك علاش يتوجهوا باش يبلغوا. التبليغ راهو الغايه الاساسيه منه
اساسا اول حاجه حمايه الطفل وتامين المتابعه وحمايته، وثاني حاجه توجيه زاد بطبيعه للقضاء، لانه زاد القضاء يلزم شكون ينبهوا انه فما جريمه تمت، اذا هي هما العائلات باش يسكتوا شكون باش ينبه القضاء؟ دونك الجاني ماهوش باش ياخذ جزاءه. دونك لهنا مهم ياسر انه يتم الاشعار، والاشعار كما قلت مندوبي حمايه الطفوله على الرقم الاخضر 1809 باي وسيله كانت، مجرد الشك يزم يشعروا باش يحميوا اطفالهم واطفال غيرهم. زاد فوالا سي اني سامحني اخر اخر سؤال ما نزيدش نبطيك اكثر. تويكا انتوما كيف في الـ في الـ في المندوبيه سيغمون قاعد يجيوكم برشا حكايات يوميا، هل في تونس فما ابشع من الحاجات هذوما قاعده تصير مع الصغار؟ والله انا اش قلت لك قبيلي، قلت لك راهو الاستغلال لا حدود له. لا وما نجموش نعطيو درجات في البشاعه، لانه كل طفل وضعيه خاصه. يعني ساعات راهي افعال تكون مؤلمه ياسر للطفل اكثر من طفل اخر، هذاك علاش عمرنا ما نعطيو مقياس نحن البشاعه، كل فعل هو اقصى انواع البشاعه من غير ما نرتبو. الافعال كلها راهي مرفوضه. شكرا لك سي انيس، يعطيك الصحه على التدخل نتاعك وعلى وقتك معنا. سي انيس ساعه ونالله مندوب حمايه الطفوله بتونس، ما عرفت واحد يقول سون كومونتير صغير 11 سنة، خليني نقول مازال ما يعرف حتى شيء من الدنيا، يوصل معناها خليني نقول الاستغلال نتاعو يخليه يطلع انسان معقد الاقصى الحدود. الموضوع هذايا كانت تطرقت ليه باج على الانستغرام، هي اللي فرقعت الدنيا، باج المدام تصور الناس كل انتم ما تعرفوها باش كل واحد ياخذ حقه، راهي هي اللي هبطته الباج هذايا الموضوع هذايا. ومن هنا خلي الوالدين الكل حتى ليا انا رساله للامهات الكل وليا انا زاده، راقبوا صغيراتكم، فما ديزابليكاسيون البارح شفت شكون هبطهم على الانستغرام زاده، تجموا تتبعوا بهم صغاركم، مش معناها اخنقوهم لا، ولكن سيروهم احكيوا معاهم، خليهم يوليوا اصحابكم، خليهم يحكيوا لكم حتى شيء ردبك، تخوف صغيرك حتى كان حسيته متقلق ولا حاجه، شوف كيفاش تدخل وتحكي معاه، شوف كيفاش تاخذ ما عنده معلومات ما غير ما تحسوا بالخوف منك انت، وما غير ما تخلي انت تصويرتك تصوير تغول بالنسبه لصغيرك، ما ينجمش يحكي معاك في حتى موضوع، ما ينجمش يشكي لك، اي سورتو رد بالك تقول لا انا ما نحبش الفضايح، لا انا ما هاكم شفتوا ديجا سي انيس قالها تويكا المواضيع هذه كلتم، حتى لو كان انت ما تحب حتى حد يسمع بها ولا ما توصلهاش لمواقع التواصل الاجتماعي، امشي المندوبيه حمايه الطفوله تجم تتقدم بشكوى في كامل السريه، مش يسمع حتى حد، لكن المهم تنقذ صغيرك وتنقذ صغيرات اخرين. ربي يحمينا ويحمينا صغارنا ويحمي الناس. كل موسيقى رجعين.